هي الكلية عامة تكمل المعلومات هي هتفيدك جدا في حياتك وبتخليك تتحمل اللي انت تعرف تعمل اي حاجة بعد كده. السلبية الوحيدة انا شايف تعامل الدكاترة مع الطلبة بالذات في موضوع الكتب والحاجات دي، يعني التعامل سيء جدا. يعني تعرف انت ممكن الطالب يبقى داخل المقتنع اللي هو هيتفاعل مع الدكاترة ويجيب درجات، وفي الاخر تلاقيه طالب الدكتور ممكن يطرده مرة مثلا او يعني يعقدوا الكلية كلها على بعضها. انا في زمايلي حصل معاهم كده. فالسلبيه بعدا طبعا عن الكيميكالز والمتاح، احنا في المتاح نفس المتاح بره عاده يعني التجارب كلها انت بتاخدها من بره بتعمل زيها، لانها تحتاج تيست تيوب وبيكر وكلام من ده. الاجهزه ما حدش بيسمح لحدش يطلع الاجهزه هنا، لكن انت ممكن ما تخرج تتدرب عليها وده بسهوله كده. فانا شايف السلبيه الكبيره في تعامل الدكاتره مع الطلبه والكتب بتاع الكليه، ده اكبر سلبيه انا شايفها في الكليه. بالنسبه للموقف واحد انا مش عارف، يعني انا انطردت مثلا، انا انطردت من كل الدكاتره في الكليه تقريبا. دي كان فيها دوشه دي انا انطردت تقريبا من كل الدكاتره في الكليه بلا استثناء. يعني مثلا كان في مره كنت قاعد مع دكتور اسمه تامر الادريسي، لو حد اتعامل معاه، كنت قاعد انا ومحمد جمال وكنا بنقعد حاجه اسمها فوتو كيمستري، وكان بيشرح ساعتين وكان بيكتب على السبوره، فكنت ما يعني ملل بعيد عنك يعني. فقلت لمحمد رن عليا عشان اطلع، فاول رن عدها تاني رن فقال لي اطلع بره بقى انت عارف قدام الطلبه، اطلع بره ومش عارف ايه وزي ما تحضرليش تاني والكلام ده. وموقف تاني بسيط جدا، تعرف خدته احصاء، حد خد احصاء كان الدكتور فحام الله يرحمه ما لحقتوش انتوا، فجبت في الميد ترم 1 من 15، كان اعلى درجه 5 من 15 تمام. يعني الاولى بتاعتنا دكتور اكرام الناس كلها عارفاها كانت جايبه تقريبا 2، فرحت بقول له انا جايب 1 ليه؟ فقال لي بس فرقت عادي منها كده، قال انا مديك الواحد ليه؟ انا شايل الواحد واديني ست. فبس اقول لك ما تتعقدش من حاجه، انا عادي صفر يجي في الكليه عادي، فانت واصل بس. بس حاجه عن الاسكوله بتاعتنا وعن نفسي، هو المعمل بتاعنا بعد فضل ربنا طبعا الاستاذ بتاعي دكتور محمد سعاده، انا كنت اصغر واحد، انا خدت ماجستير في سنه تقريبا، وده كانت اسرع حد ياخد ماجستير، وكنت ناشر فيه 4 ابحاث، اقل امباكت فاكتور فيهم كان 3 او 4، وده من اعلى الامباكت فاكتور الموجوده. واخدت الدكتوراه برضو من اسرع الناس ومن اصغر الناس سنا، اعتبر اصغر واحد اخد دكتوراه تمام وفي اسرع وقت. مش بس كده، انا عندي فوق 14 بابليكيشن بيوصل الماك فاكتور منهم ل6.5، وده صعب جدا لحد في مصر هنا يعمله اللي هو ينشر في الماك فاكتور 6.5. وعشان كده تم منحه الكسندر فان هامبولت، ودي من اعلى المنح الالمانيه، يعني اللي بياخدها دايما بيبقى ليه مصداقيه اللي هو يروح اي مكان في العالم بعد كده. بس سهل جدا ان انت تسجل في الام اي تي او في اي جامعه امريكيه. نصيحه بسيطه جدا، مش معنى ان انت ممكن تفشل او تجيب درجه وحشه ان انت تحبط وتعاوز تحمل الكليه. انا شايف ان انت تقتنع بحاجه مهمه جدا، اللي انت لو اي حد عرف يعمل اي حاجه انت لازم هتعملها، بس انت لازم تحاول على طول تمام وما تستسلمش. شايف ان انت ممكن بعد اول 3 شهور لو عملت كده هتلاقي الكليه كلها نفس السيستم، وهتلاقي نفسك بتجيب درجات، وهتلاقي نفسك بتجيب امتيازات، وهتلاقي الدنيا عدت بسهوله جدا.